هاي. في صخور طبيعية مشهورة حول العالم بيقصدها السواح بسبب شكلها وموقعها الفريد. صخرة مكسيكان هات بولاية يوتا الأمريكية المشهورة بصخورها الطبيعية الكتيرة تسمت هيك كونها كانت تشبه قبعة سومبريرو مكسيكية، ولكن اليوم شكلها بيشبه المركبات الفضائية أكثر. صخرة بالانسينج روك بنوفا سكوتيا تعتبر من أغرب الصخور، وهي موجودة على حافة صخرة كبيرة وبيوصل طولها لتسع أمتار، وبتتكون من أجزاء صغيرة من الصخور مع فجوة بيناتها. The Balancing Rocks بزيمبابوي تعتبر اليوم من أشهر المعالم بهالمنطقة، وتم وضعها على العمولات الخاصة بالبلد وتستخدم كرمز للبيئة. مين قال إنه صخرة الروشة ما بتقل أهمية عن هالصخور وهي معلم سياحي بيميز منطقة بيروت؟ أنا قال. شوفكم بكرة.